بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 76. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. قد بين الشيخ رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين للناس ما يحتاجونه من أصول الدين وفروعه أحسن بيان بأدلة عقلية وشرعية، خلافا لما يدعيه علماء الكلام من أن هناك أمورا من أمور العقيدة إنما تعرف بأدلة العقل، وأنه ليس في القرآن أدلة عقلية وإنما أدلته أدلة سمعية. قال رحمه الله: فإن المسائل التي هي أصول الدين التي تستحق أن تسمى أصول الدين، أعني الدين الذي بعث الله، الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، لا يجوز أن يقال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام، بل هذا كلام متناقض في نفسه، إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين، وأنها مما يحتاج إليه الدين. ثم إن نفي نقل الكلام فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب أحد أمرين: إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج الدين إليها فلم يبينها، أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة، وكلا هذين باطل قطعا، وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين. وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم، أو جاهل بهما جميعا. فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه، وجهله بالثاني يوجب أن يدخل في الحقائق ما يسميه هؤلاء وأشياءه عقليات وإنما هو جهليات، وجهله بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة، وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد، وذلك أن أصول الدين إنما تكون مسائل يجب اعتقادها قولا أو قولا وعملا، كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد، أو دلائل هذه المسائل. أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر، إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وبينه للناس، وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه، وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظه ومعانيه، والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب. والحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه، ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم اشتمال القرآن على الدلائل العقلية. ثم بين رحمه الله اشتمال القرآن على الدلائل العقلية فقال: وأما القسم الثاني وهو دلائل هذه المسائل الأصولية، فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق، فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر
ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة، فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما، بل ظلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد، بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره. ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه، وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فالأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية، إلى أن قال رحمه الله: ومثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به تابع لإمكانه، فإن الممتنع لا يجوز أن يكون، بيّن سبحانه إمكانه أتم بيان، ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكلام، يعني من استخدام المقدمات والنتائج المنطقية التي كثيرا ما يدخلها الخلل وعدم الانضباط، بل بيّن سبحانه الدليل على وقوع البعث بمثل قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. ومثل قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم، والقدرة عليه أبلغ، وأن هذا الأيسر يعني خلق الإنسان أولى بالإمكان والقدرة من ذلك. وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولهذا قال بعد ذلك: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقال: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، الآية. وكذلك ما ذكره في قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإن قوله تعالى: من يحيي العظام وهي رميم، قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورها، والأخرى سالبة كلية قرن معها دليلها، وهو المثل المضروب الذي ذكره بقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي، أي لا أحد يحيي العظام وهي رميم، فإن كونها رميما يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها على الحرارة والرطوبة، ولتفرق أجزائها واختلاطها بغيرها، ولنحو ذلك من الشبهات. والتقدير: هذه العظام رميم، ولا أحد يحيي العظام وهي رميم، فلا أحد يحييها. ثم بين سبحانه إمكان إحيائها من وجوه، منها إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه، فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قد أنشأها من التراب. ثم قال: وهو بكل خلق عليم، ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء واستحال. ثم قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب. ثم قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. وهذه مقدمة معلومة بالبديهة، ولهذا جاء فيها باستفهام التقرير الدال على أن ذلك مستقر معلوم عند المخاطب، كما قال سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم بين قدرته العامة بقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.